مش عايز بقى يمكن في ظل يعني الحقيقة اللي احنا فيه النهاردة والسعادة اللي احنا فيها النهاردة انسى ان بلدنا مصر بتمر بتحديات كثيرة جدا. فكل التقدير والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة لحرصهم كلهم على ازاي يقابلوا التحديات دي بحكمة وبقوة. كمان عايز أشكر وزارة الإنتاج الحربي للمنشأ العظيم اللي احنا فيه النهاردة واللي احنا شايفينه، ويمكن ده كمان يخليني أتذكر الراحل الكبير الوزير محمد العصار رحمة الله عليه. كمان لما أكلم على وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي الحقيقة عامل زي النحلة اللي ما بتهداش. وزارة الشباب والرياضة الداعمة لكل الأندية الرياضية، الداعمة لكل الرياضيين وكمان كل الشباب ومراكز الشباب، أعتقد عندهم حمل كبير، لكن إن شاء الله هم ماشيين في السكة الصح والطريق السليم، وبإذن الله الأمور تبقى أفضل في اللي جاي، أفضل بإذن الله.